طبيعي انزعج. هذاك الموضوع تسكر نهال، لا تفتحي. ما بتعرفوا قديش زعلتوا بابا، وأنا كمان تركتوه لسمر خان ومتلاقي قصة تورجينا فيها عظمتها؟ ما كان في داعي للكذب أبداً. جميلة؟ من اليوم ورايح بس تصير مشكلة بتخبريني إلي بالأول، فهمتي؟ أو للميس خانو، مو لسمر خانو، إلي. هي لسه غريبة عن هالبيت، عم تفهمي؟ أمي المسؤولة عن كل شيء صار لهلا، الناس معهم حق شو ما حكوا، حتى مهند. برأيه عم يحمي لعمه منا. كلام فاضي، مهند ما بيفكر إلا بنفسه. أكيد جن لما سمع إنه نهاد بده يشتغل بالشركة. صحيح، هي هيك بلشت المشكلة وقت كنا عم نتعشى تضايق كثير، وعدناه نضغط عليه كمان. يلا هيك أحسن، انزعجت منه من أول يوم شفته فيه. مزبوط، ما حبيتيه أبداً، تتخانقوا مع بعض مثل القطط. تعالي أدي حبيبتي. أهلا وسهلا. أهلا فيك حبيبتي، كيفك؟ منيحة. ما كنتي مبينة، كنت بدي أقلك تعالي معنا. كنت عم بدرس بغرفتي، لميس خان ومراد عم يدرسوا فرنسي بالغرفة وأنا هربت منهم. كلك مي، يا ريت لو كنتي لابسة شي دفيكي. فيروز خانم ليش ما اجت؟ كنت متوقعتها تجي معي. في عندها شغل مهم اليوم، راحت تتسوق. اتصلت بالجريدة من بعد ما حكيت معك مباشرة وحكيت مع فاروق، ضغطت عليه شوي بس عم يحلف. قال لي ما بيعرف مين يلي بعت له الصور بنوب، على أساس مبعوتة على إيميل. كذاب. بس الزلمة هيك عم بيحكي، فينا نعرف الطريقة تانية؟ مو مشكلة، أنا سجلت هالشي على جنب، يعني بتوقع مين يلي عمل هالوساخة، بس هلأ صابرة عليه، وإذا بتغلط معي مرة تانية وقتها بعرف شو رح أعمل. هاي البنت من صديقات مهند. ايه هلأ عرفت مين هي. هداك اليوم كانوا ناشرين لريبورتاج بالجريدة، ما هيك؟ وناشرين صورته معها كمان. مرحبا. اهلا وسهلا مدام. تأخرت شوي. مو مشكلة، تفضلوا. اهلا وسهلا، تفضلوا تفضلوا. تسلمي. شفتيها؟ شوفها. والله بنخاف منك. وقفي، لسه هذا ولا شيء. صباح الخير.
أنا آسفة إذا زعلتك مبارح حبيبي. وإذا بتدفع لي هدول الفواتير رح حبك أكتر. اليوم آخر يوم. خلص اتفقنا، ألف مبروك. شكرا كثير، وإن شاء الله بكون عند حسن ظنك. نهال! نهال! يا نهال! مراد حبيبي شو في؟ بابا مهند عم بيتصل بده نهال. بعتقد إنه هي بالجنينة، رح أنزل لتحت. وينك أنت؟ رحت لعند بشرى؟ عندها. بشير، وين نهال؟ مهند بده اياها. هي عند سمر خانم. اذا هي عند سمر بعدين بحكي معها. وقف شوية نهال. بعتقد هن بجنين اللي فوق. تفضل نهال. نهال، مهند على الخط. لا انا مهند. كيفك يا فصعونة؟ أنت منيحة؟ يعني مراد، شو صاير حتى ركضت هيك؟ لك مهند عم بيتصل، بدك أكتر من هيك؟ إيه، خبريني كيف الحياة من دون مهند؟ والله مريحين رأسنا شوي. عم أمزح، كتير مملة يا مهند. متوقع هذا الشيء. أنت كيفك؟ بدون بيت وبدون ملجأ وبدون مصاري. الحق عليك، قلت لي معي مصاري. وضل اللي معه مصاري؟ في معي شوي، اتصلت فيك مشان اسمع صوتك. شكرا لك. يعني اذا عم بقول لك معي يعني بكفوني اليوم وبكره هيك يعني. والمصرف اللي قال لي كان مفلس امبارح بالليل. اها فهمت. قديش؟ اسمعي شوي، لا تقولي لحدا. لا لا يلا قلي. الأولاد مبسوطين لأنهم عم يحكوا مع مهند. ايه، امتى رح نحتفل بشغل نهاد الجديد؟ امتى ما بتكون، بس تروحوا وترجعوا وبتجوا لعندي ومنحتفل، مو هيك؟ اكيد منجي. تمام، بعد شوي ببعت لك على حسابك عن طريق الانترنت. شكرا يا روحي. انتي لك انا كتير بحبك، رح اتزوجك بس تكبر يا نهال. يلا سكر احسن. شو عم بيقول؟ ما بتعرفوا قد ايه بيخبص بالحكي. عملتوا خطه لشهر العسل؟ عملنا، فكرنا كم شغله، بس اليوم المساء بدنا نحط الخطه النهائيه. ان شاء الله رح نسافر بنهايه الاسبوع.